العافيه وسلام للجميع. احنا اليوم بدنا everybody how are you? Do you work here? I did it with the first game. I yes, I go. Good to see you, man. We gotta go. It's not home, man. Thank you. Have a nice day. So اليوم انا وادم رايحين نحضر جيم للهوكي لل 67. هدول فريق موجود في اوتاوا ولهم 17 جيم صح ادم 17 جيمز مش عم يخسروا. ف ادم جو 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 تيك ا بيكتشر هير. مكان رائع شيء جميل خاصه كل الكنديين بيسووه في فصل الشتاء. شوفوا ادم شو بيسوي. هذه يعني احسن اكتيفيتي ممكن تسووها مع الاولاد في فصل الشتاء انكم خلوهم يشوفوا الهوكي. لعبه الهوكي من اشهر اللعبات الموجوده في كندا. هي اللعبه يعني رقم واحد. هي مش اللعبه الرسميه لا للصيف ولا للشتاء لكن هي اللعبه رقم واحد. اكثر لعيبه هوكي في كندا لعيبه في الرياضه هم هوكي. حورجيكم بعد المقاطع. شوفوا الاستاد عم بجهزوا حالهم. اوكي ام هاي ام واحنا ثلاث واحد من هاي السيارة عم بيسيحوا بالثلج عشان يصير سهل انه متزحلقوا عليه. شايفين ها حسوي كل ال اذا ملاحظين الارضيه اللي اختلف لونها في لونين حط شوي هيك. هذا الكوتش تبع الاوتوا 67 وهو كان المساعد الكوتش في كندا جونيور تيمز فهو فاز وخارج. بيلعبوا بشغلة اسمها باكس مش كورة. هاي هي هاي الباكس عبارة عن ربر لونها اسود وهي اللي بيرموها بيضربوها بالستيك هذا. حابين نورجيكم طبعا زي ما انتم شايفين هاي من اهم الاكتيفيتي اللي بحبوا الكنديين يسووها بفصل الشتاء. او ماي جاد ضربوا في وجهه. اذا شايفين هون في العلم الكندي والعلم الامريكي لانه هذه الهوكي كلها بتلعب بنورث امريكا. كندا وامريكا بيلعبوا بليك واحد.
ثلاث أشواط كل شوط 20 دقيقة. هاي الجول هيو هيو. آخر ثواني ثانيتين. لكم فوز 67. Six. Good game, huh? Good game. Have you give up to the Adam? السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.